اسمي منى، في عمري 23 عام، من مدينه ديال طنجه. بالنسبه للستيل ديالي زعما سي با ان شوا ولا شي حاجه، لا انا بحال هكداك، يعني الكاركتر ديالي بحال هكداك، يعني ماشي اختاريت هذا الستيل هذا باش نخرج عند الناس نهضر معاهم بهذا الستيل هذا زعما كومبورا باش نبان اني مختلفه ولا شي حاجه، لا انا بحال هكداك في الحياه ديالي الطبيعيه عادي، كنهضر سبونطاني، كنهضر بحال هكدا. دونك ملي كنبغي نصور شي فيديو ولا شي حاجه كنهضر عادي، كنحل الكاميرا وكنهضر. لي بارون ديالي الله يرحمهم كانت عندي 17 عام، بقيت 16 17، كانت توفات الوالده الله يرحمها بكونسير. بواحد العام توفى وراها الوالد ديالي، حتى هو كان جات السكر، طلع عليه السكر بزاف وتوفى مسكين الله يرحمه. يعني الاج ديال 18 عام بقيت سولو، بقيت بوحدي، وباش تكون بوحدك والعائله كامله حتى شي واحد ما يكون معاك. زعما انا شي الشخصيه ديالي كتشوفها دابا من داكشي اللي وقع لي ملي كانت عندي 17 و18 عام، فاش توفى الوالدين ديالي الله يرحمهم، تما عرفت ان كاين راسك وما يعتقك حتى شي واحد وما يرحمك حتى شي واحد. ملي كنت باقا صغيره كنت كيعجبني خروج لعب مع الدراري في الزنقه وهادي وهادي. ملي بديت زعما وصلت ديك لاج ديال 16 عام 17 عام، بديت كنقول زعما انا كنحس براسي شويه مختلفه على الناس اللي كاينين برا، والناس هما كيشوفوني مختلفين. يعني كاين الناس ما كيتقبلوكش بديك الكاركتر، بحال دابا الجاره ديالنا في طنجه كتجي عند الوالده كتقول لها بنتك هاد السيل هذا وهادشي هذا راه ما خصوش يكون، ما خصوش يكون بحال هكدا، فهمتي؟ والوالده ديالي ما كانتش كتقول لي والو، فهمتي؟ هادشي غير في الباك جراوند، داكشي اللي كنسمع. بالنسبه ليا انا في الكونسيبت اللي عامله في انستغرام ولا في كيما خرجت انا اول مره، بغيت الكونسيبت ديالي ماشي انه هو مبين انيش من ستيل شاده ولا اش من اورينتاسيون بحال اللي قلتي اولا لو جون ديالي، ولا ما كنبينش هادشي هذا كامل. انا كنخرج فيديوهات ديالي كنخرج كنهضر في واحد الموضوع، اي حاجه في المجتمع شبنت لي عندي واحد بوان دو فيو في شكل كنخرج كنقولها، وماشي زي ما كنقول لا يكونوا الناس ضدي ولا ما كتسوقش. بغا يكون ضدي يكون ضدي، بغا يكون حيت ما يمكنش تعجب الناس كاملين، امبوسيبل. حنا ماشي بارفي، ولكن انا اللي باغا زعما من قلبي هو بنادم يتقبلك كما تينا. ما يمكنش تمشي على الرغبه ديال الناس. ما نكذبش عليك، انا مابقيتش كنتسوق، انا وصلت واحد البوان مابقيتش كنتسوق حتى شي واحد، يعني كنعمل اللي بغيت ولكن كنعرف شنو كنعمل، ماشي كنخرج اني نبين شي حوايج ولا كذا. زعما انا جمونفو، انا جوست فيديو كنخرج كنهضر مع الناس واحد 30 سكوند بحال هكذاك ولا دقيقه، كنعطي داكشي الراي ديالي في شي حاجه. تقي كاين اللي يتقبلو كاين اللي لا صافي هادشي اللي كاين.